السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المشاهدين، أطيب الله أوقاتكم بكل خير. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي حديثا عددا من الفيديوهات التي أثارت ضجة وجدلا كبيرا. الفيديو يوثق لحظة ظهور جسم غريب على أحد الشواطئ. بعد أن لفظته أمواج البحر، هذا الجسم الغريب عبارة عن شيء يشبه البقرة، وله أربعة زعانف مكان الأرجل، ما جعل شكله مرعبا للبعض. وبعد البحث والتدقيق في الأمر، اتضح أن الفيديو قد تم تعديله بالذكاء الاصطناعي، ولا أساس له من الصحة على أرض الواقع.